بمناسبة عيد الأضحى نهني الأمة الإسلامية قاطبة والأمة الجزائرية بالخصوص وناس ورجل كابلين، والحمد لله رب العالمين ضحينا اليوم والعقوبة على العمان إن شاء الله. عيد مبارك وسعيد لكل الجزائريين، نتمنى من الله العلي القدير إن شاء الله يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله وترجع الأمور إلى مجاريها. عيد سعيد مبارك للجميع إن شاء الله، رب يرفع علينا هذا الوباء. عيد سعيد وكل عام أنتم بخير شعب الجزائر، يا رب يجيب الشفاء ويجيب الخير إن شاء الله لكل بلادنا. يطيب لي أن أتقدم بحر التهاني والتبريكات لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية وساكنة ولاية غردية بصفة خاصة. بسعيد الأضحى المبارك وهنئ أعوان الحماية المدنية على مستوى القطر الوطني وخاصة على مستوى ولاية غردية، وهنئ كذلك الشعب الجزائري. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نهنئ الأمة الإسلامية جمعاء والشعب الجزائري خاصة، وخاصة السكان بنصاف. عيدكم مبارك وتعيدوا بالصحة، خاصة الناس بنصاف، ونطلب ربي يبعد علينا هذا الوباء إن شاء الله. نهني جميع الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، فنقول لهم تقبل الله منا ومنكم وأعاده علينا وعليكم باليمن والبركات. بمناسبة عيد الأضحى نهنئ كاع الأمة العربية وعامة والأمة الجزائرية خاصة. يعني نتمنى عيد مبارك لجميع الشعب الجزائري والشعب الأمة الإسلامية أجمعين في كل يعني ربوع الوطن العربي. الشعب الجزائري صح عيدك، كل عام وربي يتقبل منا ومنهم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم إلى كل الشعب الجزائري وكل عيد سعيد، ونتمنى له يعني إن شاء الله يعيد بالصحة والهنا. عيدكم مبارك، تعيدوا وزيدوا إن شاء الله، كل عيد تعيدوا فرحانين كل عائلة كبير وصغير. صحة عيدكم مبارك، تعيدوا وزيدوا كل عام وانتم بخير.